وبنهاية صباحنا يا ليلى رح ننهي بفقرة عن الجمال والفن التشكيلي، هذا الفن الجميل اللي قادر دائما انه يعبر عن مشاعرنا، يعبر عن احلامنا، عن واقعنا، يحول الافكار والمشاعر لاعمال بتنبض بالحياة دائما من خلال الريشة، من خلال اللون، من خلال الخيال يلي بيمتلكه الفنان وكيف قادر هو يعمل اسقاط لمشاعره او للواقع على اللوحة. واليوم بيجي دور المعارض اللي هو دور جدا مهم، وهو صلة وصل ما بين الفنان والجمهور المتلقي لهي الأعمال. تماما يا رشا، وضيفنا لليوم بكل معرض وبكل نقل اليوم وبكل يوم جديد عنده شيء متنوع ومتميز. اليوم رح نحكي أكثر مع ضيفنا الفنان التشكيلي بشير بشير، رح يخبرنا عن معرضه الأخير بعنوان 100+1 برعاية وزارة الثقافة، واللي تم بجاليري مصطفى علي بالتزامن مع أيام الفن التشكيلي. يسعد صباحك. اليوم عنوان المعرض شوي غريب، 100+1. اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ بشير. يسعد صباحك. 100+1 يساوي 101. اليوم عم نحكي عن 100 لوحه صغيره ووحده جداريه كبيره. يعني دائما الفنانين التشكيليين عندهم حاله غموض، مو بس بالرسم، حتى باختيار العناوين لحتى تكون ملفته للمتلقي اكثر من قبل ما يدخل المعرض. يعني انا عم بقرا العنوان، سالتك قبل قلت لي شو معناته. يعني خلينا نحكي اكثر عن هي التسميه وعن المعرض. اول شيء مبروك، بدنا نبارك لك. الله يبارك فيك. هلا المعرض هو كان بالنسبه لي فكرة لنتاج سابق، يعني تراكم، يعني هذا معرضي رقمه 34. نعم. يعني أنا الحمد لله في عندي شوية غزارة بالإنتاج ومتفرغ للوضع الفني يعني بشكل عام. هذا الشيء دائما بيخليني بحالة دراسة ومتابعة واستمرار وبحث، لحتى وصلت لفكرة أنه أنا دائما بشتغل على الجداريات. يعني معظم معارضي كانت على الجداريات والمساحات الكبيرة، أني ليش ما أعمل شيء لوحات صغيرة يعني. وانطلقت الفكرة من هون وبلشت أشتغل أعمال صغيرة. مقابل هذا الشيء حاولت بدي أربط الأعمال الصغيرة بعمل، لأن في عندي غريزة للجدارية. لازم تكون موجودة. امترجعت رد اشتغلت عمل جداري، يعني موجود داخل العمل كل العناصر الموجودة داخل الأعمال الصغيرة. يعني بلشنا نستعرض أستاذ بشير. يعني العمل الجداري هو يعتبر عمل شامل لمجموعة الأعمال الصغيرة. الأعمال الصغيرة هي اللي بتتضمن الخط الغير المقروء، التكوين الهندسي، البناء الإسلامي، الزخرفة، قصص ألف ليلة وليلة. يعني أنا أخذت من معرض السابق قصص ألف ليلة وليلة، كان هو ممكن عنوان المعرض امتداد ل 101، امتداد لألف ليلة. دخلت بعض العناصر عن شهريار وشهرزاد والصراع بين الخير والشر. واللوحة الجدارية كانت عبارة عن بوابة. بوابة لكل هاي المجموعة. وبوابة لبشير لدخول لدخول المرحلة القادمة بشكل أوسع إن شاء الله. دائما عندك شيء جديد متميز ومتنوع. اليوم حضرتك يمكن عملت توازن بهذا المعرض بين اللوحة الجدارية وبين اللوحات الصغيرة، تحكي لنا أكثر عن اللوحة الجدارية وأكيد في رسالة من هي اللوحة. هلا اللوحة الجدارية هي أنا برجع بأكد عليها، هي أنا أخذت فيها بوابة لدخول، يعني أنا حسيت حالي فايت على دمشق أو على مدينة، هالمدينة فيها كل الآثار والذاكرة والعناصر والطقوس والشخوص، يعني كل شيء ممكن اللي احنا نواكبه بحياتنا أنا شفته بهالحالة. هاي الحالة كانت بالنسبة لي كثير فيها حالة فرح، وكانت اللوحة يعني اللون الأحمر مسيطر عليها بشكل مهم. هذا الشيء اللي خلاني أني دائماً عندي هالحافز والدفع القوي، لاني برجع لذاكرة المكان ولتراثنا. والتراث هو دائما اساسي بالفنان، هو دائما بيعطي الانطلاقه الاولى. صحيح. وبرجع للنقطه البدائيه اللي انطلق منها. اليوم يعني عم شوف الصور استاذ بشير، حضرتك عم تحدثنا عن المعرض، عم شوف الصور اليوم ما انك معتمد على لون واحد، اليوم في مزيج من الالوان، مزيج يعني. المزيج لوني ومزيج من عده مدارس. يعني بالمعرض هذا بس كله في ربط مشترك بيناتهم، يعني اعتمدت على الابيض والاسود، على الخط الجرافيكي، على الالوان الترابيه، على الالوان الحاره، على الالوان البارده، لحتى كان في عندي مجسمات ضمن المعرض. يعني حاولت اعمل مجموعه مجسمات هي عباره عن لوحات
مرسومة على قطع، بس كمان هي مربوطة ومرتبطة ضمن الوقت بالمعرض بشكل عام يعني. طب اليوم معرض بهذا الحجم قديش أكل منك جهد، قديش أكل معك وقت اليوم لحتى هيك الأفكار كانت جاهزة وبلشت فيها؟ هلا أنا بالنسبة لي المعرض مو موضوع الوقت الزمني، تراكم السنين وتراكم الذاكرة، وأنا كل مرة بشتغل الأفكار. يعني دائما في عندي هالكم المتواجد، يعني بشتغل كل فترة برجع بصيغ بعدل بحذف، لذلك بتم هذا الموضوع بالنسبة لي مستمر. طيب أستاذ بشير، يعني اليوم في تواجد واضح ضمن المعرض من خلال الصور اللي عم نشوفها. خليني أذكر أنه هو بلش ب 26 الشهر وراح ينتهي ب 5/11. تماما. اليوم الإقبال على هذا المعرض، نحكي عنه، كيف كان زملائك الفنانين التشكيليين اللي كانوا متواجدين ضمن المعرض، الإطراءات اللي تقدمت لحضرتك، يعني أدي أعطيتك دافع وتحفيز لأعمال جديدة؟ والله الحضور كان مميز. عم نشوف من ضمن الكم يعني. والنوع ومخرجين وفنانين وأدباء، يعني كان في عدد كثير يعني. الحمد لله دائما الفن والإبداع والأدب يعني في له رواده وفي له ناسه، وفي أشخاص بيحبوا بس ما عندهم القدرة أنهم يزوروا. السبب المكان شوي كان دمشق القديمة ومكان أثري، هذا المكان كان كثير مهم يعني بالنسبة لي. هو الحال وحالة يعني تشكيلية هذا المكان حضرتك اخترته يعني؟ هلأ أنا اخترت المكان مكان الفنان النحات العالمي مصطفى علي، فنان وصديق وأخ، يعني حاولت يكون المعرض تبعي ضمن هذا المكان لأنه في حالة تراثية. يعني أنت لو جمعت المكان مع العنوان أعطانا هذا النتاج جدا جميل. أكيد، لأني يعني حالة متكاملة. أنا فكرة المعرض مع الشيء اللي يعني وظفته ضمن اللوحات كان في فكرة ربط بين المكان والعمل الفني. يعني أنا قبل ما أعمل المعرض دائما بزور المكان، بشوف المكان، بتخيل شو ممكن هذا يناسبه، شو ممكن، لأنه المكان بدمشق القديمة هو أثري وكتير يعني. أنا بدعي الجميع يزوروا المكان، يعني مو بشان يشوفوا معرض، يشوفوا المصالة والمكان كتير مميز. دمشق القديمة لحالها هي يعني مسرح من التراث والحكاية أكيد القديمة. أكيد يعني أكيد. طيب استاذ، اليوم ذكرت حضرتك انه دائما ومثل ما بنعرف نحن عندك تراكمات من خلال المجال الفني الطويل. اليوم الذاكره البصريه للفنان قديش هي كثير مهمه، قديش هي بتثقل مهاراته؟ اليوم يمكن حضرتك تكون موجود بمعرض عم تحضر افكار ثانيه يمكن لمعرض ثاني. اكيد اكيد. هلا انا ضمن معرضي هذا بعض زملائي والمتواجدين يعني عم بيقولوا لي في هيك، في يعني بيعطوني انه لو عامل لو كذا، إيه ما عندي مشكله يعني. هذا الشيء ممكن ينضاف. بالعكس النقد البناء كثير مهم للانسان. يعني انا بقبل نقد من اي انسان لانه هذا النقد بيطورني. دائما بيعطيني من حاله لحاله يعني، في حاله تميز دائم. طيب استاذ بشير، اليوم هيك بسؤال عام، يعني دائما الفنان في شيء أو حالة تستفزه بتكون هي الدافع وراء معرض، وراء لوحة، ما وراء عنوان. خلينا نقول اليوم شو هي الحالة اللي دائما هيك عندك إياها استفزازية لأعمالك الإبداعية؟ أنا بغار من نفسي. حلوة. لا، الغيرة هي الغيرة إيجابية، الغيرة الطموح النجاح. أنا دائما بحب أكون متميز وهذا حقي وحق أي إنسان يعني إنه يقدم شيء يتميز فيه. ما بدي أنا أقدم شيء يكون عم برجع فيه لورا. يعني دائما أنا المعرض إذا ما قدمت فيه نقلة جديدة عن معارضي السابقة أنا ما بعتبر حالي تميزت. لذلك أنا بحاسب حالي، بغار من نفسي، بحاسب حالي. أنا هذا المعرض مو قصة رضيان عليه، أنا معتبر هذا المعرض نقطة البداية للفنان بشير بشير، يعني الانطلاقة الأولى. إيه مسجل اكيد. يعني هذا نقطه بدايه لانه انا من وراء هالمعرض ودائما كنت اشتغل على المساحات وانتقلت للعمل الصغير، حسيت انه في شيء جديد انا لازم اسوي. يعني هذا المعرض هو نقله او محطه بين الماضي والحاضر والمستقبل. يعني يمكن
صار في لحضرتك تقريبا 34 معرض لحد اليوم، يعني قديش بتلاقي في فرق؟ طول ما الله عطيني لحتم مستمر يا رب. اكيد قديش هدول بيعطوك اكثر؟ يعني اليوم بتحس في فرق بين اول معرض وبين ثاني معرض؟ حضرتك عم تعطي جهد ووقت، يمكن اي شخص باي مجال عمل بيمر بلحظات تعب، بلحظات ارهاق، يمكن ما يقدر يشتغل فيها العمل بحبه. حضرتك هذا الشيء بياثر عليك ولا ممكن يطالعك من الحاله النفسيه اللي انت فيها؟ لا بالعكس، بالعكس كثير حلو. انا بامن بالاثر والتاثر، يعني هذا انه مامن فيه. يعني انا بدايه معارضي كانت هي عن الطبيعه والدمشقيات وكذا، وانا بدايه معارضي كنت متواكب مع فنان اسمه احمد ابراهيم، يعني مدرسه وفنان بالمدرسه الروسيه، يعني معروف على مستوى العالم. انا استفدت منه كثير. يعني انا اعمالي هي جديده، اذا بترجعي للماضي بتلاقي انه اللون اللي موجود ماخوذ من الطبيعه، ماخوذ من الواقع، من اذا بتفوتي على اعمال الفنانين الانطباعيين ماني موني وهالاسماء المهمه. لا، انا استفدت من هاي المدارس، استفدت منها بشكل جيد. طيب استاذ بشير، اليوم خلينا حكينا عن وقت المعرض، خلينا بس كرمال كل حدا عم يشوفنا وحابب يزور المعرض، من اي ساعه عم تبلش العرض حضرتك وايمتى عم تكون متواجد؟ هلا انا تقريبا متواجد من الساعه 3 للساعه 8 يعني، بس انا يلي بيجي المكان مفتوح دائما، يعني هي مكان انا اخترت المكان بصاله مصطفى علي، هو بيفتحوا من 9 الصبح ل 9 بالليل، يعني ب 24 ساعه تقريبا متواجدين. اي انسان بيحب يزور باي وقت اهلا وسهلا فيه. اكيد حنزور هذا المعرض، اكيد بيشرفنا والله، شرف لنا استاذ بشير اكيد نحضر هيك فعاليات جميله. اليوم نحن فخورين بكل الفنانين التشكيليين السوريين، اليوم رغم كل الظروف انتم ضليتوا عم تستمروا، يعني صورتوا الواقع، صورتوا احلامنا طموحاتنا، حتى الشيء اللي نحلم فيه بمستقبل قريب ان شاء الله يا رب هيك تقدروا. أكيد الحياة مستمرة، ما بتوقف عند مطب أو زلة، أو يعني الحياة مستمرة والعطاء موجود والخير متواجد وكل يوم في خلق جديد، يعني أكيد لابد من هذا الشيء. أكيد اليوم أستاذ بشير حضرتك أكيد وقت بتشوف الزوار وعم بيشوفوا هاي اللوحات وعم بيشوفوا هذا النتاج الفني الجميل، شو بتتأمل حضرتك من الزوار أنه ياخذوا من هاي التجربة بالمعرض؟ هلأ أنا عم شوف حالة الفرح موجودة فيهم، يعني يوم عم بيقولوا لي انك دائما عم نشوف شيء جديد، هذا هذا بحس انه هن عم بداخلهم انه لازم يعملوا شيء. يعني هذا معرضي وانا التجديد تحفيز. بالمعارض والتحفيز بشوفه انا تحفيز للاخرين اكثر ما تكون الي. يعني انا يوم شوف حدا منتج وعم يبدع انا دائما بقول إيه ليش حلو، خليني يكون مثله يعني حلو الواحد. برجع بقول الغيره مهمه، بس الغيره الايجابيه، الغيره الفعاله، يعني مشان انه يقدم شيء جديد للانسان. طيب استاذ بشير هيك سريعا وبسؤال اخير، ما بعد 100 زائد واحد؟ والله 2000 وشو؟ انا حكيت هذاك يوم 100 زائد 100 ممكن ما يعني انا دائما في بحث وفي تطور. حلو. قد ما الله عطيني عمر رح يكون في ارقام للمعارض باذن الله. حلو الثقه بالنفس اليوم، وحلو هذا الطموح الجميل والاعمال الجميله، بانتظار كل جديد من حضرتك. اكيد يعني اكيد، والي الفخر. اكيد احنا متواجدين معك دائما لمواكبه كل المعارض. بشكركم بشكركم للمتابعه وللاهتمام وللدعم لهذا الجيل وللفنانين بشكل عام. نحن بنتشكرك على هي الطاقه الايجابيه والتحفيزيه، يعني اليوم اللي عم تعطينا اياها الطاقه اللي دائما موجوده عندك، شكرا لك. اكيد بنتمنى لك التوفيق الدائم. الله يحميكم يا رب. شكرا لك استاذ بشير ومبروك المعرض. بنرجع بنذكر انه المعرض مستمر ل 26 الشهر، اي حدا هيك حابب يزور المعرض فالابواب مفتوحه يعني للساعه 9 المساء مثل ما ذكرنا، فتجربه حلوه نحن نشوف اليوم الفن التشكيلي السوري بشكل عن قرب اكثر. يعني شكرا استاذ بشير وموفق اكيد يعني.